أعود إليكم أحبتي هذا الصباح بموضوع جديد وهام للغاية لأولئك الذين يعيشون على هذه الجزيرة، هو ربط ما بين الماضي والحاضر في قضية تشغل رأي العامة القبرصي، ونحن منهم، وعلينا أن نكون واعين ما الذي يجري حاليا في هذه المرحلة من الانتخابات القبرصية الهامة للغاية. أنا أراها ستفتح فتحا جديدا في حياة قبرص، وإليكم البرهان. إذا عدنا إلى الوراء ما يقرب من 100 عام، لوجدنا أن أول حزب سياسي قائم هو حزب أكيل، حزب الشغيلة القبرصي الذي أنشأه السيد زكيس بابويوان والذي نحترمه كثيرا، وبدأ حياته فتى في مناجم النحاس. مناجم النحاس التي يعتقد أن لها صلة باسم قبرص بين سايبروس، كيبروس وكوبر. على أي حال، كان أخذ هذا الحزب مدا واسعا، وصل إلى ثلث الشعب القبرصي الذي كان ينتخبه ويؤمن به. المراحل التالية نشأت أحزاب أخرى، ومنها لنتحدث عن حزب اليمين الرالي الذي أسسه كليريدس. كليريدس شخصية أيضا شخصية تاريخية، كان رئيسا للبرلمان قبلا، وأيضا له آراءه، لكن اتجاهه يميني ديمقراطي حري، حر على الطريقة الغربية اليمينية. فإذا هو يمثل اليمين وأكيل يمثل اليسار. هذان الحزبان عاشا فترة تنافس طويلة بعد وفاة المرحوم له زعيم قبرص مكاريوس، ثم جاء بعده كبريانو فترة أولى، وأتم فترة مكاريوس وجاء الفترة الأولى، وصار تنافس بينه وبين رجل الاقتصاد جورج باسيليو الذي دعمه اليسار أيضا. فإذا لنقول نجح لمرحلة واحدة، لنقول إن هناك دائما كان تنافس بين اليسار وبين اليمين، يتنقل الحكم بين اليسار واليمين. وهنا بيت القصيد في حديثنا هذا اليوم، لماذا وصلنا إلى هنا؟ انتظرونا وتابعوا معنا حتى نهاية الفيديو، فهذا الفيديو هام جدا ويفسر أشياء كثيرة وله علاقة بما نطرحه من طريقة جديدة للانتخابات. أحبتي، كانت هناك فترات حكم تقريبا الحزب الشغيلة القبرصي أكيل بطريقة غير مباشرة، لم يكن ليرشح أحد أعضائه مثلا، لكنه حكم بطريقة مباشرة عندما دعم جورج باسيليو رجل الاقتصاد، أو في فترة ما دعم كبريانو، فكان هؤلاء الرؤساء قريبون منه، لا يمثلونه لكنهم قريبون منه بشكل أو بآخر، بالتعاون معه بشكل مكشوف. وهناك أيضا الفترات التي حكم بها اليمين ولكن بشكل مباشر، غلافوس كليريدس زعيم اليمين حزب الرالي أو سين رموز حكم بشكل مباشر، وبعدها انتقل الفترة التالية إلى اليسار مباشرة، حيث أيضا رشح لأول مرة حزب اليسار مرشحه ديمتريس خريستوفياس الأمين العام للحزب طبعا بعد استقالته، خلفا لزكيس بابويوانو مؤسس الحزب. خريستوفياس كان رجلا كلنا نشهد عليه أنه كان رجلا طبيبا وصديقا وكذا، لكن فيما يبدو يعني كانت الأحلام للشعب القبرصي عنده، أو يعني أحلام الشعب القبرصي فيه أكبر من الواقع، فلم يستطع، ولا نتحدث في التفاصيل المؤلمة، ولم يجدد لنفسه ولم ينتخب مرة ثانية لأنه لم يترشح أساسا، ولو ترشح لما نجح، يعني كان هكذا هو التوقع وهكذا كان استطلاعات الرأي.
حكم بعد ذلك مباشرة اليمين، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة تماما. حكم بطريقة لنقل نيكوس أناستاسيادس، استقال من رئاسة الحزب أو الأمان العام للحزب، وجلس كرئيس لجمهورية قبرص خلال دورتين متتاليتين من 2013 بعد 5 سنوات لخريستوفياس اليساري، انتقل إلى اليميني مباشرة من 2013 حتى 2023. الآن ما هي حصيلة هذه الأمور كلها التي انعكست على الشعب القبرصي، وكيف يقيم الشعب القبرصي ما حصل، وما هو الدرس الذي تلقاه؟ هنا إجابتنا الأخيرة التي أتوقع أنها حقيقة هي السبب، والتي أدت إلى ما نحن عليه وإلى النتائج المتوقعة، وقريبا جدا وخلال شهرين سترونها بأعينكم. تابعوني، هي الدقائق الأخيرة في هذا الحديث. سئمنا من اليسار ومن اليمين، هكذا قالها لي أحد الأصدقاء القبائص. من ننتخب؟ حكم اليسار، ما شاء، يعني لا أريد أن أقول ما قال، لكنه كان من الواضح أنه كان يائسا. وحكم اليمين، وأيضا كان في حالة أسوأ. هذه تعود لتفاصيل حدثت فيما يمس حياة الناس اقتصاديا، وأيضا في قضيتهم الرئيسية التي هي قضية توحيد قبرص. فشل هذا وفشل هذا. إذن أين الحل؟ هنا السؤال الذي يبادر للشعب القبرصي، أين الحل؟ أين الحل؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجيب عليه. الآن ما حدث ما يلي: وزير الخارجية الذي كان وزير الخارجية لليمين السيد نيكوس خريستودوليدس رفض أن يكون تبعا لما حدث خلال السنوات العشر الكبيرة الماضية، فانشق عن من كانوا يعتبروا قريبين منه، لأنه لم يكن يؤمن بطريقتهم. هو كان وزيرا للخارجية، فعلاقاته دولية وليست علاقاته محلية، وبالتالي بخبرته الأكاديمية الواسعة، بمعرفته بطباع الناس، بحسن استماعه، قدرته الرهيبة على الاستماع والصمت وصمات، ما حتى أي نوع من الكلام عنده استعداد أن يسمعه، وحتى في لقاءاتي وحتى في حواراتي وحتى في لقائه معي كان أكثر الوقت صامتا، يستمع ليفهم ويقدر ويعطي القرار الصحيح، وكان قراره بالاستقالة وأيضا بالخروج مستقلا كمرشح لرئاسة جمهورية قبرص. وللأسباب التي ذكرتها قبل قليل التف شعب القبرصي حوله. أنا رأيت أعضاء من الحزب الشيوعي اليساري وهم يقولون لا نريد أن نصوت لحزبنا. هناك فئة قد لا تكون كثيرة بسبب قوة تنظيم الحزب الشيوعي، الحزب الشغيلة القبرصي اليساري، لكن هناك فئة تتجاوز ربما 5 أو 10% من هذا الحزب القوي الذي أخذ في المرة الماضية 28، لذلك يتوقع حتى 5% أن لا يصوتوا لمرشحه، وهناك مرشح له بالتأكيد. الحزب اليميني أيضا عنده كان أكثر من 30-35% في المرات الماضية، الآن 20% باستطلاعات الرأي، لأن مرشحه المنافس للسيد نيكوس يعني لم يعد يخضع بتلك الدفعة الشعبية، لا نقول رجال الأموال والأعمال والبنوك وكذا، كلهم يدعمون ما زالوا اليمين لأن لهم مصالح فيها، لكن الناس العاديين، الصوت الانتخابي الحقيقي في قبرص تراجع، فبدأ أن يأخذ 30 أخذ 20. إذن أين ذهب الفرق هنا والفرق هنا والفرق بين عامة الناس؟
أنا أقول لكم أين ذهب. أولا أحزاب الوسط التي تحدثنا عنها والتي تدعم السيد ديكس خريستو دوليت ومنها إليك ومؤسسها رحمه الله دكتور فاسوس لسريدس وأيضا ذيكو وأيضا ذيبا، هذه ثلاثة أحزاب وتمثل رقما جيدا دعمته من طرف آخر والتف الناس حول هذه. لذلك أتوقع أنا بأن ما سيحصل عليه السيد ديكس خريستو دوليدس في المرة الأولى هي منافسة بين ثلاثة أشخاص، هم المرشحون هم ثمانية، لكن المنافسة الحقيقية بين ثلاثة أشخاص: ديكس خريستو دوليدس، أفيروف، وأيضا مافرياس من طرف الأكيل وهو بالترتيب الثالث حاليا 17%، وأيضا 19% لأفيروف، وأيضا 30-31 لحد 33 لنيكوس خريستودوليدس المرشح المستقل. إذا ما الذي حصل؟ لماذا حصل كل هذا التغيير في الصوت الانتخابي في قبرص الكلاسيكي الدائما معترف به أنه هذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا؟ السبب هو الإحباط الذي حصل لدى الشعب القبرصي فيما يتعلق بمن انتخبهم من هنا ومن هناك، من اليسار ومن اليمين، فلم يقعد لديه إلا من يأتي بروح جديدة. والملخص أن السيد نيكوس هو أقل المرشحين دائما سنا، يعني ما حدث سابقا أن كان هناك رئيس للجمهورية سنه أقل من 50، كلهم كانوا كبار في السن، ما عدا الآن المرشح الأول والذي يحوز على حيثما ذهبت ألتقي هنا ألتقي الأسأل. لا أشاهد إلا قول ويار إماستيمازي كيرينيكوس، يعني نحن مع السيد نيكوس خريستودوليدس مرشحهم الأساسي. إذن القضية هنا في سقوط اليمين، لنقول نقول تراجع اليمين ولنقول تراجع اليسار، ولا اعتماد على الصوت الوسط والذي نحن منه وأحزابنا التي انتمينا إليها إليك هو صديق ومقرب، وأيضا ليكو وأيضا ديبا، هي الأفكار الراقية الإنسانية التي تجتمع مع كل العالم، لا تريد على مع أحد. وكانت لهم تاريخ وصداقات ما بين الدكتور لسريديس والسيد سبيس كبريانو مع أوطاننا الأصلية. استبشروا خيرا، إن غدا قبرص لهو أفضل للعرب وللخبارصة وأيضا للناطقين بالعربية وأيضا لكل من هو يحمل الأوراق القبرصية، الأوراق القبرصية الهامة التي تؤهلك لدخول كل دنيا العالم بلا أي مشاكل بلا أي عراقيل، وتسمح لك بالعمل في كل منطقة واسعة من البشرية، تفتح الآفاق تفتح الأذهان، وعلينا أن نحترم أولا قوانينها لكي تحترم حقوقنا، وهذا هو الواجب الأول الذي أؤكد عليه دائما. لا نريد مزاورات، لا نريد سلبية، نريد صوتا حقيقيا مدونا ومؤمنا بقضية نجاح من يجب أن ينجح في هذه المرة ليكون قائد قبرص الأول والتاريخي مستر نيكوس خريستودوليدس. حياكم الله أحبتي، حياكم الله.